طيب رجع لي هالمجنون، رجع لي هالمجنون اللي رجع عمل أول 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 نادي ثقافي في جدة بوقت كان ممنوع أو غير مرحب أو مو مرحب، ما في قانون، ما في قانون. أنت دخلت بهالثغرة، أنت شفت في ثغرة. أيوة لاحظ، ترى لاحظ إنه مش ببيتي، في مكان عام تجاري، أجرت مكان وأثثت، يعني مو موضوع يعني. حلو. طيب أنت مجنون عم بيقول. طيب المجانين اللي حولك اللي إجوا يحضروا هذه الأمسيات، قديش كان في مجانين؟ كثير. كان في مجانين عن جد؟ شو كثير؟ جمعنا المجانين كلهم اللي في جدة. بس شو يعني مجانين؟ خمسة ممكن تعتبر مجان؟ لا. قديش؟ أول لقاء كانوا خمسة. ايه. وصلنا إلى 70-80 في يوم من الأيام. بس هيدول عم بيعرضوا حياتهم للخطر، هيدول. لا، كنت الخطر أشيله أنا وحدي. كل الإقفالات اللي جت المشروع على مدى السنوات كلها أنا أتحملها. يجون لمي أنا المسؤول. طيب فلان تكلم انا المسؤول. طيب ليش انا كنت بدي اروح بوقتها الى مكان عم تقول لي ماك انت مصر انت ما خلفت القانون، انت اخذت ثغره بالقانون ودخلت فيها وانا عم بعمل، اخذت رخصه علي وبلغت انه انت عم